من كافة دول الخليج ومن ميادينها مرحبا بالجميع. هكذا مشاهدين الأعزاء في كل مكان ينطلق على الهواء مباشرة هذا الشوط الأول الرئيسي الخاص باللقاية البكار، شوط مفتوح. جائزة هذا الشوط جائزة عينية قيمة، سيارة نيسان باترول ستيشن اكس اي رصدت للفائزة بالمركز الأول في هذا اليوم الاثنين 31 من شهر يناير لعام 2022 الموافق للثامن 28 من جماد الثانية لعام 1443 للهجرة. يوم تاريخي للفائزين اليوم. شوط النيسان بترول الستيشن انطلق في هذه الأثناء وانطلقت اللقاية في أول أشواطها الرئيسية بمشاركة 33 بكرة 33 خابط متواجدة في هذا الشوط. كل هذه البكار السبق الأصايل المعروفات حضرت في هذا المهرجان وفي هذا الشوط الأول الرئيسي. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول مع إشراقة شمس صباح هذا اليوم، نتمنى التوفيق للكل. المقدمة مباشرة ومن تحتل الصدارة أمسية، حمد بن سعيد بالكيل العامري يقدم أمسية، حصل دخول على أمسية وتسلل من قبل سلام لحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، خطفت المقدمة سلام، غيرت الأمور مع الاكتبي، مع حمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي على المركز الأول. المركز الثاني سلام، حمد بن سعيد بالكيلة العامري حاضر مع أمسية على المركز الثاني، بينما الدور دور المركز الثالث تصل فيه وتتقدم شواهين لغانم بن جاسم بن ربيعة الكواري يقدم شواهين. الدور والنقلة التالية إلى المركز الرابع وصلت وتقدمت القصوى خليفة بن محمد بن خليفة الكواري مع القصوى على المركز الرابع، بدلت إلى المركز الثالث، بينما المركز الرابع تصل فيه ويتقدم من خلال الشعار، شعار بشريدة يتسلل مع حايل أو لرشيد بن حمد بن سليمان بن جبريل من خلال الاسم المسجل، بينما حصل دخول وتسلل على المركز الرابع في هذه اللحظات من حاملة الرقم 7 مزنة يا مزنة أحمد بن علي بن واس الاكتبي، خطف شعاره المركز الرابع وغير إلى الثالث مباشرة. تغييرات على مستوى الخمسة المراكز المتقدمة الأولى. ارصد ارصد أيضا يا مخرجنا العزيز هذا تسلل على المركز الخامس. من تصل في هذه اللحظات وصلت جبارة لمحمد بن سعيد بن عبد الله العجمي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول، إلى الصدارة ما زالت المقدمة حتى هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، مع سلام لحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي على المركز الأول على صدارة الشوط. يا سلام على انطلاقة سلام، على سيطرة سلام على المركز الأول والعصا قوس والانطلاق ذاتي. هذه سلام تغرد خارج السرب، تحلق على المركز الأول بشعار حمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي في شوط النيسان باترول ستيشن الاكسي، مرصود هناك عند خط النهاية، إضافة إلى الزعفران طيب الرائحة جميل اللون يا الاكتبي. الله يا سلام. المركز الثاني تصل وتتسلل في هذه اللحظات مزنة أحمد بن علي بن واس الاكتبي الكمبيوتر يا كمبيوتر الشحانية، بينما المركز الثالث وصلت السايحة أول نداء لها حمد بن هيام بن سالم العامري يقدم السايحة على المركز الثالث، بينما المركز الرابع جبارة محمد بن سعيد بن عبد الله العجمي على المركز الرابع. المركز الخامس
القصوى لخليفة بن محمد بن طوار الكواري على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. بونواس غير المقدمة. بونواس يبغي الناموس اليوم، يبغي الفوز، يبغي النيسان بترول ستيشن، يريد إهداء السلامات إلى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إلى المحبين، إلى مشجعين الشعار هناك في الإمارات. يبغي النيسان بترول الستيشن. يا سلام يا سلام، شعار بنواس، شعار أيضا عملاق في الميادين، عملاق في كل الميادين. الله حضر هذا الشعار في هذا المهرجان، وسجل أيضا نواميس في هذا المهرجان من خلال اليومين الماضيين. يبحث اليوم في يوم اللقاية عن النواميس، عن الانتصار. هذه مزنة 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 بنواس على المركز الأول، بينما المركز الثاني عادت سلام مرة أخرى، حمد بن عبيد بن مبارك الكتبي مع المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع السايحة حمد بن هيام بن سالم العامري، بينما المركز الرابع وصلت وانطلقت فيه وصلت شواهين غانم بن جاسم بن ربيعة الكواري، وعلى المركز الخامس يصل شعار الزعبي، يتقدم معه ليان سعيد بن بطي الزعبي بقيادة راشد بن بطي الزعبي. الشرس يصل في هذه اللحظات ويصل المغامر الزعبي مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء أيها الحفل الكريم. نعود إلى مقدمة الشوط مع الكيلو متر الأخير، الكيلو متر المثير. عادت مرة أخرى سلام، عادت إلى موقعها الصحيح، عادت إلى النيسان بترول ستيشن. شوط اللقاية عندما تلتقي الأصايل، عندما تلتقي السبق، عندما يلتقي الكبار الملاك، كبار المضمرين في أكبر المهرجانات، في أغلى المهرجانات. عادت سلام، انطلقت سلام، ولكن الزعبي خطير، ولكن الزعبي خطير، ولكن الزعبي خطير. ليان خطيرة، ليان خطيرة، 700 متر أخيرة يا راعي ليان. سعيد بن بطي الزعبي يا المغامر، يا المغامر، يا المغامر. ليان وسلام، ليان وسلام، ليان وسلام. يا سلام، هجوم عنيف، هجوم اختراق من العمق، صواب، وصلت صواب. احمد بن حزمي بن قناص العامري يقتنص الشوط، بن قناص يقتنص الشوط. بن منانة قادم، بن منانة قادم. الشبابيه، الشبابيه، بنت الشبابي، سلاله الشبابي على ما يبدو. سلام يا ابن زعبين، سلام، سلام يا بن منانة، سلام. جاء الشبابيه، الشبابيه، ولكن صواب، ولكن صواب. تصوب الى النيسان، تصوب الى رئيسي الاشواط. بالحزمي، 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 يصيب الهدف، يصيب النيسان بترول الستيشن. صواب احمد بالحزمي بن قناص يقتنص الشوط الرئيسي. سلام، سلام يا بن قناص، بن قناص العامري، بالحزمي العامري مع صواب احمد بالحزمي بن قناص العامري. ينتزع النيسان بترول الستيشن، والشوط الاول الرئيسي تهانينا، والناموس لمالك صواب احمد بالحزمي بن قناص العامري تهانينا، والناموس. المركز الثاني الشبابية سالم بن سعيد بن منانة. المركز الثالث، المركز الثالث توافيق سالم بن عنزان النعيمي. المركز الرابع، المركز الرابع مغادرة سالم بن سهيل بالدليلة العامري. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت سلام حمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي. تهانينا والناموس لكل الفائزين، تهانينا والناموس لمالك صواب، لمالك صواب أحمد بالحزمي بن قناص العامري. سلام يا بن قناص، سلام، سلام يا بالحزمي، سلام. مالك صواب من انتزعت الشوط الأول الرئيسي انتزاعا في هذا الشوط الأول الرئيسي. تهانينا والناموس على فوز صواب بهذا الشوط الأول الرئيسي، وبالتالي انتزاعها للنيسان بترول ستيشن الإكس إي. 7 دقائق هو التوقيت الزمني، 34 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس مرة أخرى لمالك صواب أحمد بالحزمي بن قناص العامري. المركز الثاني الشبابية اللي ما قصرت، قطعت المسافة في 7 دقائق 34 ثانية، 16 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس
الطاووس لمالك الشبابية، سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي سلام يا المتحدي سلام. المركز الثالث وصلت توافيق، قطعت المسافة في 7 دقائق 36 ثانية 12 جزءا من الثانية. التهاني والناموس لمالك توافيق سالم بن عنزان النعيمي.